أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر إلى 309 والأسرى في قطاع غزة إلى 224. وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري على استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ الغارات التي يكون هدفها جمع المعلومات على الأرض، مبينا أن التوغل البري هدفه القضاء على المقاومين وتفكيك العبوات ومعالجة التهديدات. Evrulmaya devam ediyor. Gelirin hafta.